الحقيقه بقى اداريا كان مجلس الاداره الجديد برئاسه كابتن حسين لبيب تسلموا النادي امبارح. النهارده كمان كانوا بيواصلوا جلساتهم للاطلاع على كل الملفات الخاصه بالنادي. المجلس اللي جه برغبه جماهيريه توازت مع رغبه الجمعيه العموميه، وباذن الله اللي يحقق كل احلامنا. وعايز اكد تاني الكلام اللي بقوله ده مش من فراغ، المجلس جه فعلا برغبه جماهيريه توازت مع رغبه الجمعيه العموميه، وده ليه اكتر من اثبات بالنسبه للجمعيه العموميه. فانت في النادي في الانتخابات بالتاكيد شفت اكتساح القايمه لجميع مقاعد الانتخابات، فده في الشق الخاص بالجمعيه العموميه. ولكن الشق الخاص بالجماهير اللي احنا كافراد منهم شايفين على السوشيال ميديا ردود الفعل، شايفين الجماهير في النادي شايفين ردود الفعل، واثق ان الجماهير في الاستاد بتشوفوا عليها وعلى وشوشها ردود الفعل. الجماهير خارج مصر في مباريات نادي الزمالك في البطولة العربية، مباريات نادي الزمالك لفريق الباسكت لما كان مسافر في آخر بطولة ليه كانت في قطر، شفنا اللافتات اللي جمهور نادي الزمالك كان بيكتبها للقائمة الواحدة. فمردود فوز القائمة الموحدة لمجلس نادي الزمالك باين في الشقين، الشق بتاع الجمعية العمومية والشق الجماهيري، وده احنا متفقين عليه. ويا بختنا ان اخيرا في مجلس جميع النواحي الجماهيرية لنادي الزمالك راضي عليه وعايزاه وطالباه واقفة في ظهره. دي حاجة مهمة جدا 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 كنا بنفتقدها الفترة اللي فاتت، فدي حاجة لازم نتكلم عليها. الجميل كمان في المجلس ان في توزيع مهام لكل عضو على حسب خبراته واختصاصاته. كل عضو بتوزع عليه المهام بتاعته على حسب قدراته وخبراته واختصاصاته. الاختصاص في إدارة نادي الزمالك أمر مهم جدا عشان يكون في حلول سريعة ومطروحة، وبالتأكيد بالبلدي الشيلة تقيلة، الحمل تقيل جدا على مجلس الإدارة، أولها طبعا الأمور المالية وكيفية تنمية الموارد المالية، ودي حاجة يعني ملف كبير جدا. كلامي مع دكتور كمال درويش قبل كده، واحد من اعظم وما كانش اعظمهم اعظم من راسه نادي الزمالك، ولما قلت له الكلام ده هفضل اكرره 100 مليون مره، قلت له يا دكتور كمال درويش الخلطه السحريه او الروشتة اللي حضرتك كتبتها لنادي الزمالك اثناء فتره تولي حضرتك لرئاسه نادي الزمالك عشان نادي الزمالك يفوز بلقب أفضل نادي في العالم هذا الموسم، وده مش مجاز ولا مبالغة. نادي الزمالك في عهد دكتور كمال درويش حصل على أفضل نادي في العالم رقميا بالنسبة للبطولات. دكتور كمال كان رده واضح وصريح وقال السبب الرئيسي إنه كان يعطي كل ملف الشخص المناسب لهذا الملف بحيث إمكانياته خبراته الفايل بتاعه. أنا واحد بفهم في الإعلام، أجي أتكلم في الإعلام في الكورة عشان أنا بفهم في الإعلام والكورة، ما روحش أتكلم في مكان تاني عن حاجة تانية أنا مش بفهم فيها. أنا واحد مهندس ما روحش أتكلم عن الطب، أنا ما بفهمش في الطب
نهائيا. ما ينفعش ان انا اروح افتي في الطب، ولو احتجت مشوره معينه في الناحيه الطبيه بروح اكلم دكتور، ما بكلمش مهندس. ده بالظبط بكل سلاسه وسهوله لدكتور كمال درويش عمله، وده بالملي اللي اداره نادي الزمالك برئاسه كابتن حسين لبيب ماشيين عليه. هما تيم ورك، فرقه فيها كذا لعيب، كل لعيب بيلعب في البوزيشن بتاعه، كل لعيب جدير لان هو من الاخر لعيب منتخب، لعيب دولي، مش لعيب لسه هجربه ولا ناشئ. لعيبه مجلس الاداره لعيبه دوليه، لعيبه تلعب منتخب. فلما تحط واحد سيرد باك، واحد هاف، واحد سترايكر، كل واحد عارف واجباته وهتطلع كلين شيت. فان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في حلول كتير جدا، موارد ماليه، الملف الاساسي اللي هيترتب عليه حل كل الملفات، اهمها طبعا هو انهاء ايقاف القيد في الزمالك والتجديد لبعض لاعبي فريق الكوره وغيرها من ملفات. كلنا على يقين ان شاء الله بان هناك حلول منتظر على طاوله مجلس الاداره، وكل التوفيق والدعم لمجلس الاداره ونادي الزمالك، لان احنا ما نكرهش ان احنا نشوف نادي الزمالك في احسن حته. جمهور نادي الزمالك اللي بيجي من كل محافظات مصر، نفسي تنزل الكاميرا كده للمدرج وتسال واحد واحد وهو داخل، انت جاي منين؟ مش اقل من 30 او 40% من الجمهور اللي موجود في المدرج بيكون جاي من محافظات، وبيتكفل ثمن التذكره، ثمن النقل، تنقلات، بيتكفل بالتاكيد غدا ويكاد يكون العشاء بره البيت، وبيكون يوم خارج من شغل او طالب خارج من مدرسه او بعد درس او طالب خارج من الجامعه. فالحاجات دي بالتاكيد بتكون موجوده. فكل ده جمهور الزمالك محتاج يحس بالاستقرار طول العمر. فبنتمنى يا رب يا رب ربنا يكون في عون المجلس الجديد بالكامل، ربنا يكون في عون اللعيبه بجميع الانشطه المختلفه، الالعاب الجماعيه والفرديه، فريق كوره، فريق السله، فريق الطايره، فريق الباسكت، كل ده كل ده ربنا يكون في عونه. كل واحد في منظومه نادي الزمالك استحمل، ولكن معلش مره تانيه على التراك الصحيح.